أتمينة البيضاء تلهب جيوب المواطنين والمغاربة غاضبين. ارتفعت أتمينة البيض خلال الأسبوع الجاري بشكل ملحوظ في أسواق التقسيط والجملة بمدينة الدار البيضاء، ما أثار استياء وامتعاض تجار هذه المادة الأساسية في المطبخ المغربي. وأكد التجار في تصريحات متفرقة أن البيض يصل ثمنه حاليا في أسواق التقسيط 1.20 درهم، في حين سجل في سوق الجملة ثمن البيض بدرهم أو درهم وعشر سنتيمات. وأرجع التجار سبب هذا الارتفاع إلى الاحتكار والمضاربة خاصة في هذا الشهر الذي يسبق شهر رمضان المقبل، مشيرين إلى أن هذا الأمر سيزيد من تضرر القدرة الشرائية للمواطنين.